بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، نذكركم بأرقام هواتفنا للتواصل معنا من داخل الدولة 600-1688-600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. ثابكم لفظ الشيخ إلى أن تأتينا بعض المكالمات. بعض الأسئلة قد تبقت من الحلقة الماضية. سأل أخونا محمد من العراق، سأل عن رفع اليدين، حكمه بعد الركوع، كيف يكون الرفع، رفع اليدين بعد الركوع؟ رفع اليدين في الصلاة اختلف فيها أهل العلم على قولين. هناك من أهل العلم من قال إن رفع اليدين يكون في أربعة أحوال: عند تكبيرة الإحرام، عند يكبر الإحرام، عند إرادة الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الرفع من التشهد الأول. هذه أربعة حالات أو أربع حالات جاء فيها رفع اليدين. بعض أهل العلم قال يرفع يديه بكل حركة حتى للسجود والقيام من السجود، لكن الأقرب الذي جاء من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ويرفع يديه إذا قام من الركوع، ويرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. أما صفة الرفع فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صورتان. الصورة الأولى وهي أن تكون اليدان حذو المنكبين، هكذا يرفع يديه موازي للمنكبين، هكذا، أو يرفع يديه يحاذي أذنيه، هكذا، والأمر فيه سعة. لو رفع بالوسط أو أعلى أو أنزل أمر فيه سعة. شيخ، بعض الناس يرفع يديه بعد الركوع كأنه يدعو. هو الأصل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ظهر الكف إلى الجسد، هكذا، هكذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هكذا هذا مخالف للسنة. بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا أخونا من محمد بن أبو ظبي سأل، يقول تحية المسجد بعد أذان المغرب. هذه سنة. وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. وإلا لو لم يقل لمن شاء لكانت واجبة كما قال بعض أهل العلم. فصلاة ركعتين بعد أذان المغرب هذه سنة، ولكن ليست من سنة الرواتب، ولكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، لأن الإقامة يقول لها أذان، والأذان أذان، فبينهما يصلي سركة سواء المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، بين كل أذانين صلاة. ثابكم الله فضل الشيخ، نستقبل هذه المكالمات. أخ عبد القادر من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا أخونا عثمان الخميس، يعني أنا اتصلت فقط أشهد الله على حبك، يشهد الله العظيم، ما عندي إلا أني أقول أحبك في الله وبارك الله فيك، والحمد لله أني شفتك وسلمت عليك وأشهد الله على حبك، بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مكالمة أخرى، أبو عبد الرحمن من فراس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ عثمان والله يبارك فيكم وفي جهودكم. الله حيك. لو تخفض صوت التلفاز قليلا، تكلمنا من الهاتف. طيب. شيخنا الفاضل جزاكم الله خير على نصيحتكم الطيبة. تكلمتم شيخنا الفاضل على الهمم في طلب العلم وكذلك الهمم في الدعوة. فإن الإنسان بعض الأحيان قد ينشط للدعوة ولطلب العلم وإلى غير ذلك فسرعان ما يفتر، فهل من نصيحة عملية يستعين بها طالب العلم على حتى أن تكون همته دائما عالية في طلب العلم وفي الدعوة في أعمال الخير، وخاصة نحن مقيمين يعني في كما تعلمون في بلد الكفر وكذا، فكيف تكون يعني الهمم دائما عالية؟ هذا شيء. والشيء الثاني، الطلب اللي الشيخ عثمان أنه يزورنا في فرنسا إن شاء الله. جزاك الله خير على هذا البرنامج وبارك الله فيك، حياك الله. نعم، أخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي الشيخ عثمان الخميس، حياك الله، تفضل. أسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه. آمين، تفضل، حياك الله أخ عبد الله. حبيت أسأل عن سؤالين. السؤال الأول، ما الحكمة من الوضوء من لحم الإبل؟ السؤال الثاني، بالنسبة أريد شرح صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى وهي العجب. العجب.
أعجب ربك الحديث. نعم العجب. نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير. حياك الله. نعم مكالمة أخرى. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن من فرنسا فضيلة الشيخ السائل يقول الفتور لأصحاب الهمم كما ذكر الأسباب والعلاج. نعم أولا بالنسبة لأخ عبد القادر نقول له حبك الله الذي أحببتنا فيه. وبالنسبة لأبي عبد الرحمن من فرنسا يقول كيف العمل مع الفتور في الدعوة وعمل الخير وكذا. النفوس لابد أن تروح، وكما كان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هو الإشكالية أن بعض الناس قد يجتهد في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو في غيرها من الأمور الخيرة، ويبذل كل وقته ويهمل كل شيء في مقابل هذا الأمر، ثم يحصل له الفتور. وبعض من وفقهم الله تبارك وتعالى يفتر ثم يرجع ويعود لله الحمد منه. لكن الإشكالية في أن بعضهم عندما يفتر يزيد 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 حتى يبتعد ويترك حتى ينتهي. نعم حتى ينتهي الله المستعان. ولذلك ينبغي للعاقل أنه يعني كما قال النبي أن المنبتة لأرض انقطع، يجب عليه أن يعني يوازن بين الأمور. نعم لا يعطي كل لا يهمل شيئا مقابل شيء أبدا، ولا يعطي شيئا كل وقته ويهمل أشياء ويهمل أشياء أخرى. فأنا أقول بالنسبة لي طلب العلم بالنسبة للدعوة الله تبارك وتعالى لا بد أن تروح النفوس، ولا بد الإنسان يراعي الأمور كلها، لا بد أن يكون له جدول محدد في طلب العلم، جدول في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يرتب أموره من خلاله، لا يقصر مع والديه، لا يقصر مع أسرته، لا يقصر مع جيرانه، لا يقصر مع أصدقائه، لا يقصر في طلبه، لا يقصر في عبادته. أنا بعض الناس أعرفهم أنهم يعني يجتهد جدا في طلب العلم لكن مقصر جدا في العبادة، والعكس صحيح، قد يجتهد كثيرا في العبادة ويقصر في طلب العلم أو غيرها من الأمور. فعلى كل حال الفتور أمر طبيعي جدا، الإنسان يقع له فتور بين فترة وأخرى، ولكن إذا جاءه نقول الوقت إن شاء الله فضل الشيخ نعود للفتور فضل الشيخ وعلاج إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بعد الفاصل بعد هذا الفاصل مشاهدينا نتواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا عبر قناة الشارقة الفضائية في برنامجكم والتواصل بالحق. نجد الترحيب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس رئيس مجلس الإدارة بقناة طيبة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمات. نعم أخ إسماعيل من أبو ظبي. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ إسماعيل. كيف حالكم؟ حياك الله تفضل. الشيخ عثمان؟ نعم معك الشيخ تفضل. شيخ عثمان أحبك في الله أولا. بارك الله تفضل. جزاك الله خير. ثم ثانيا عندي سؤال بارك الله فيكم، هل الشيخ يشارك في قناة مستقلة إن شاء الله ولا لا في هذا رمضان؟ نعم. هذا ثانيا. ثم ثالثا إن لم يشارك لا قدر الله فالرجاء ثم الرجاء خاص مني للشيخ أن يشارك في قناة مستقلة وبارك الله فيكم. نعم إن شاء الله هذا الطلب إن شاء الله ينظر إليه الشيخ بعين الاعتبار. السلام عليكم. مكالمة أخرى. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. حياك الله. شيخ عثمان جزاك الله خير. ونحبك فلا يا شيخ. حبك الله. تفضل يا شيخنا. بغيت أسأل عن شلون نوفق بين الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسألكم، وبين يعني مثل الأمور اليومية اللي مثلا نسأل عنها المشايخ لما مثلا يقول لي الشيء هذا يجوز بالمقابل الشيخ ثاني يقول لا هذا ما يجوز، فمرات الإنسان يحتار يعني يقول مثلا لا خلاص، في بعض الناس يقول لك لا روح اسأل زيادة تأكد، بعدين شخص ثاني لا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسألكم شيخ، فيعني ليت توضح المسألة هذه إن شاء الله. جزاكم الله خير. حياك الله. نعم أخاصة من فرنسا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم بخير على هذا البرنامج. جزاك الله خير. تفضل أخ عصام. عندي سؤالين من فضلك. نعم عندي سؤالين. نعم تفضل أخ عصام. يعني أنا أريد أن أسأل عن كيف يوفق المسلم بين عدم الغرور من عمله نعم وعدم احتقاره في نفس الوقت. نعم إيش عدم احتقار الذات؟ عدم احتقار العمل وعدم الغرور به في نفس الوقت يعني. نعم احتقار. نعم
والسؤال الثاني يعني عند